طيب عملنا الداتابيز الطبيعي بتاعنا ان احنا عايزين نكريت كلاس جديد جواها بالكلاستر بتاعه طبعا، عشان هنكريت جواه بقى الديفاين جواه البروبرتيز بتاعته عشان نقدر نضيفه ونعدل ونحذف ونبحث ونقول صح على التراك على طول يعني. طبعا انا ممكن تقولي كنت في الفيديوهات اللي قبل كده كنت مجرب حاجات كتير، اجيب معلومات عن الداتابيز، اجيب معلومات عن شبيه، كل الكلام ده طبقه كله، خش واعمل اليو ار ال بتاعك واشتغل عليه هتلاقي كله بيشتغل عادي. بس انا دلوقتي داخل على طول في الايه، في التارجت على طول، كونكت كريت داتابيز، اكريت الكلاس بتاعي، احط فيه البروبرتيز، اعمل له انسيرت، اعمل له ابديت، اعمل له ديليت، اعمل له سيلكت بتاع، خلاص كده ايه الكور بتاع الشغل على طول مباشره، بدون ما نضيع وقت ان احنا نجرب كل حاجه، لان خلاص هي مفهومه نفس القصه يعني. طيب احنا دخلنا على اكزامبل، اكزامبل كان ده انا مش عارف عارفين ماشي ناخد كده سيباز خلصنا من الكرييت داتابيز، عايزين نكرييت كلاس. طبعا الفكره مفهومه وقريبه جدا من فكره الكرييت داتابيز، بس نكتب هنا كرييت نيو كلاس. تمام، طيب عشان نكرييت نيو كلاس الاول مش هكتب كلمه الداتابيز دي، لا انا هكتب كلمه كلاس الاول عشان اعرف. هتكتب اسم الداتابيز، طبعا هكتب الدي عشان يعرف هكرييت الكلاس ده فين. جوه الدي بي لاب هتعمل ايه؟ قلت له مثلا وليكن عايزك تعمل كلاس اسمه امب مثلا، كلاس اسمه امب، فريكوست طبعا دي هتبقى عباره عن بوست. الاوث انا مضطر له، مش هقدر ان انا اعدي الاوث بتاعي خالص. لما بيكرييت بيرجع لي ستاتس كود 201، لان 201 معناها كرييتد، معناها كرييتد اصلا يعني تقريبا كرييتد. لو رجعنا كده طبعا كرييتد معناها ان هو ايه؟ ان هو انشاء يعني. طيب 201 هقول له طبعا هطلع رساله اقول له كلاس كريت سكسسفلي. طبعا الكلاس لما بيتكرر بيبقى ليه اي دي، عارفين اي حاجه بتتكرر بيبقى ليها ار اي دي اللي هو ايه اللي هو الريكورد اي دي، ولو عايزين نجيبه نقدر نجيبه برضه يعني، لو حبينا نطبعه ممكن نقول له برنت الكلاس ار اي دي. الار اي دي بتاعنا هيبقى ايه؟ ها طبعا الكلاس ار اي دي هيبقى ماشي بيساوي، ممكن نجيبه منين؟ نجيبه من الريسبونس اللي جاي لي دوت تكست، لان التكست اللي راجع هو بيبقى راجع لك بالاي دي ده، ما اعرفش هو راجع بحاجات ثانيه ولا لا، هنشوف. لو راجع باكتر من حاجه هنلاقي منه الار اي دي، خلينا نشوفها مع بعضين. فطبعا لو 400 ده هنا ما ينفعش، خلاص ما عندناش 409، لكن اقول له إلس يبقى ما يديش كريت كلاس، هقول له ستاس كود ايه؟ اي كان نوت كريت نيو كلاس ونرد بي ماشي ناو وخلاص، لما يشوف الايه القصه بتاعتها ماشيه ازاي. طيب يبقى احنا اللي غيرنا ايه؟ شفنا العنوان الجديد بتاعنا احنا كريت كلاس ازاي، وعرفنا ان هو على الستاس كود 201 يبقى اشتغل. طيب تيجي نجرب، اعمل كليك يمين واقول له ران، قال لي كلاس كريتد سكسسفلي، وقال الار اي دي ده على فكره ده 21. قلت له كويس، يعني احنا خد بالك احنا عملنا ايه؟ احنا كريتنا داتابيز وكريتنا جوه كلاس. طيب لو انا جيت كريت الكلاس هو هو تاني، لو جيت عملت كليك كده قلت له ران، قال لي على 500، قال لي سيرفر ايرور 500 سيرفر ايرور. طب لو انا حبيت اروح كده على الاستوديو يساعدني، يعني انا اخش كده الاقي الداتابيز الموجوده ديمو ماي دي بي نيو دي بي باي دي بي باي دي بي 1 ريست اي دي بي، لا مش موجود. اعمل ريفريش عشان هو ده كان رانن وجاهز من قبل ما احنا نكريت الداتابيز بتاعتنا او من قبل ما احنا نشتغل. فكده مره لقيت قال لي في حاجه اسمها دي بي لاب ظهرت، قلت له مظبوط هو ده المطلوب. لما اعمل روت واخش على السكيما هلاقي ادي الامب اهو في السكيما ظهر، الامب عندي في السكيما ظهر والكلاستر بتاعه نزل، خلاص يبقى في كلاستر وفي كلاس نزلوا جاهزين، لكن ما فهمش بروبرتيز، ما فهمش اندكسز، ما فهمش اي حاجه، لكن موجودين كهيكل عام اتوجد خلاص، والداتابيز اتوجدت خلاص وكله تمام ومفيش مشكله. يبقى احنا كده فاضلنا ايه المرحله اللي جايه؟ طيب الكلاس الفاضي ده، الكلاس الفاضي ده انا مش عايزه فاضي،
عايز كريت فيه شويه بروبرتيز، الام باي دي والنيم والمش عارف والسالري والحاجات اللي احنا بنعملها معتاد في كل الداتابيزز وكل الانواع دي البسيطه، بحيث نشوف الدنيا مترتبه وماشيه ازاي. طب يبقى احنا مهمتنا ان شاء الله نبدا نحط ايه بروبرتيز.